يعني أنا ساعدتها، فهمت يا زكي؟ أنا بحب خالة جانكي بجنون، وهي كمان متعلقة فيني كتير. من بين كل الخالات خالة جانكي هي المفضلة عندي، وما في أغلى منها أبدا. أها. أنت بتعرف طاقة الحب اللي عند الإنسان شو ممكن تعمل؟ عن جد؟ إيه مظبوط، أنا متأكد من طاقة الحقد يلي عندك. الدكتور شو قال؟ إنه إذا الخالة جانكي تعرضت لصدمة قوية وانقهرت كتير ممكن توقف على رجليها. إيه هي انصدمت منك صدمة قوية، إيه بس انصدمت لأنه أنت كنت جاي لحتى تقتلها. إيه بلا حكي فاضي بقى، أنا ما عندي وقت لحتى ضيعه. أنا ما بدي انزعج واتضايق بسبب واحد مثلك، تركني وروح بقى. إيه بعرف إنك مبسوط ورح تطير من الفرح كمان، لأنه هلأ الخالة جانكي فقدت ذاكرتها، مو هيك؟ خلاص بكفي بقى، لازم تعرف إنه شو ما عملت ما رح تقدر توقعني. عامل حالك محقق وعم تدقق بالتفاصيل. إيه عم دقق، أنا كنت عم راقبك لما كنا بالغرفة جوا. خالة جانكي كانت عم تطلع عليك وانت رح تموت من الخوف، صار وشك أصفر وتوترت. انت كنت متخبي ورا الكل مشان هي ما تنتبه عليك، مو هيك؟ ولما سمعت الدكتور قال انه هي فقدت ذاكرتها اطمنت انه هي ما رح تفضحك. وقتها صارت ضحكتك مبينة واضحة على وشك، انت ما قدرت تخبي فرحتك. انا ما شلت عيني عنك وحفظت كل حركة انت ساويتها بالضبط. شكلك انت بتحلم كتير وبتألف قصص من خيالك وبتصدقها، أو دائماً بتحضر أفلام، وأنا متأكد إنه هاي أفلام رعب، صح كلامي؟ أفلام رعب سخيفة، والسيناريو تبعها تافه كتير، بس شكلك متأثر فيها ودائماً بتحاول تطبقها على الواقع حواليك. أنا بدي أنصحك نصيحة، هاي الأفلام ممكن تجيب أجلك، مفهوم؟ برأيي حاول ترتقي بفكرك، حاجة بكفي ولدني بقى، أنت لازم تكبر. أنت شكلك معصب بس ماني خايف لأنك أنت ما بتخوفني، ماشي؟ شو عم تبكي؟ طيب ابكي ترتاح. لا استنى، مو هون، روح ابكي بالغرفة يلا. لا لا لا، ما بدي تبكي جوا لحتى ما تنقهر بريتا، هي إذا شافتك مزعوج ما رح يهون عليها أبدا ورح تطبطب عليك بإيدها، وهيك بكون عطيتك فرصة لحتى تتقرب منها، وهذا الشيء اللي انت عم تحلم فيه. انا بحسك تافه وسخيف كتير، بتعمل بتضل تلحق خطيبتي بريتا. اي عم تقول عني تافه؟ مو انت شخص قليل ذوق ومانك محترم وما بتعرف بشي. انا قلت لك 100 مرة لا تلفظ اسم بريتا على لسانك، ليش ما عم تفهم؟ بريتا الي لبريتفي، وبريتفي هو ملكة لبريتا. بريتا بريتا بريتا. سكوت! انت كيف بتتجرأ تمد ايدك علي؟ سكوت! انا رح اضل الفظ اسمك، انت ما دخلك. ما بتستاهل. بريتفي ابني! كارا! قلت لك لا تقول اسمي! انت بعد ايدك علي! اتركه! بعد عنه ابني، ليش عم تضربه؟ انتوا ليش عم تتقاتلوا؟ شو صار لك ابني؟ نحن بالمشفى هلا. هذا اسمه مشفى، بتتخانقوا بالشارع مو هون. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.